شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات جديدة على قرى وبلدات بلبنان. أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الإسرائيلي شن 3 غارات استهدفت بعلبك ودورس وبلدة البزلية، كما أغار أيضا على مدخل سور منطقة جل البحر وعلى بلدات معركة والحوش وعيت الشعب وشعت. وأضافت أيضا أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار مجددا على بعلبك وعلى منطقتها، حيث تعرضت محلة التل الأبيض عند مدخل بعلبك الشمالي للقصف وبلدة طليا وأطراف شمستار.